أهلا بكم. أفاد مراسل بي بي سي في غزة أن مؤتمرا شعبيا ووطنيا كبيرا سيعقد خلال ساعات احتجاجا على تأجيل النظر في تقرير لجنة جولدستون حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع، ويشارك كل الفرقاء السياسيين الفلسطينيين في المؤتمر بما في ذلك حركة فتح وحماس. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل البحث في التقرير في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. توصيات لجنة جولدستون كان من المتوقع أن تؤسس لأزمة جديدة في فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنها أنتجت بالفعل أزمة فلسطينية فلسطينية. تزايد الأصوات التي تتهم السلطة الفلسطينية بسحب تقرير القاضي جولدستون من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان والموافقة على إرجاء التصويت عليه إلى دورة مارس آذار المقبل دفعت بالرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث ملابسات التأجيل، علما أن السلطة الفلسطينية نفت كل هذه الاتهامات معتبرة أن لا سلطة لها بسحب التقرير أو حتى تأجيل التصويت عليه. هذه اللجنة ستناقش، إذا ما جرى تسريبها بذلك، ستناقش وستحدد مسؤولية من اتخذ هذا القرار ولماذا وما هي الأسباب. محاولة لاستيعاب ردود الفعل الغاضبة أثارت تساؤلات أكثر مما خففت من حدة الاتهامات في ظل حديث عن ضغوط أمريكية مورست بإيحاءات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية للموافقة على تأجيل التصويت على التقرير لئلا يؤثر ذلك على محادثات السلام. الشعارات التي رفعها سكان من غزة ضد الرئيس عباس لم تؤثر على المساعي السياسية القائمة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني كما تعهد قياديو الفصائل بعد اجتماع لهم في القطاع لبحث قرار تأجيل البت في التقرير. نحن لا نريد أن نربط القضايا بعضها ببعض، ولذلك موضوع الحوار سيبقى مستمرا ومتواصلا وبإذن الله نصل إلى اتفاق، ولكن هذا لا يعني أننا نبرئ سلطة رام الله من هذه المسألة، وما زلنا عند موقفنا أن سحب هذا التقرير هو طعن للشعب الفلسطيني في ظهره وطعن للمقاومة. السلطة الفلسطينية تبدو في موقف محرج ومطالبة بأجوبة على اتهامات زادت من الشرخ الفلسطيني وعمقت الاصطفافات على المستويين السياسي والشعبي. كارين طرباي، بي بي سي.